السلام عليكم احبابي، خوتي وخواتاتي، امهاتي اللي كنحماق عليهم. شكرا لكم بزاف وشكرا للدعم ديالكم ليا. لهلا يخطيكم عليا وخلاص. اليوم عندنا قصه خفيفه ظريفه، كوميديا رومانسيه، كنتمنى انها تعجبكم. للكاتبه فرح حدادي، وغادي تسمعوها بصوت شهرزاد. بلا ما نطول عليكم كثر، نمشيو نيشان القصه ديالنا. في واحد البويت وسط الجيران في المدينه القديمه، كانوا جالسين ثلاثه ديال الوليدات صغار، كيبانوا بحال شي متشردين. هما الا شتيهم كيبانوا زويونين، واخا حوايجهم الموسخين والمقطعين، وشعرهم اللي كان طويل من النهار تقريبا اللي ماتوا والديهم ما قطعوه. مخشيين في بعضياتهم كيتقطعوا بالجوع، كيحاولوا ينسيو، ولكن هاد المره ما قدروش، واخا صافي ولفوه ولا الجوع فرد من العائله ديالهم البائسه. رغم هادشي كامل، الضحكه ما كتفارقش وجههم. جالسين مع بعضياتهم كيتفرجوا في التلفازه، التلفيزه الصغير ورا المخشخشه اللي مره كتمشي فيها الصوره، كانت فيها غير دوزام والرباط اللي خدامين بلونتين. سبحان مبدل الاحوال، كي كانوا كي ولات، كانوا بدارهم وبرزقهم ما ناقصهم حتى شي خير. بالحق نهار اللي ماتوا والديهم، عائله باهم كانوا جاوا وجراو عليهم وداو ليهم حتى الفراش، ما خلاو ليهم حتى شي حاجه. ومن هذيك الوقيته كانوا مره كيمشيو قدام دارهم القديمه، كيتفكروا الذكريات وهداك الشيء كامل اللي داز فيها. حتى لواحد المره كانوا واقفين وبان ليهم عمهم خرج التلفازه ديالهم القديمه. صافي لاحا تلقاش على شي حاجه جديده ولا الله اعلم ليه. بلا ما يتردوا كيف دخل عمهم، مشاو كيتجريو قبل ما يجيو عمال النظافه، هزوها وداوها للمسكن الجديد ديالهم، وهي اللي كيدوزوا بها شويه الوقت. كانوا كيتفرجوا في الرسوم اللي كيبدا مع الخمسة ديال العشيه، والتلفازه كتمشي وتجي حتى كانت فضو في خطره. ايوا عماد اللي كان باين فيه عصبي، في عمرو 9 سنين وهو الكبير ما بين خوتو الذكوره، بدا كيغوت وقال الله يعطيها الحبس، منها الله قطعتينا الدعاء. وتاني الصغير اللي كانت عنده 5 سنين وسميتو ياسر بدا كيبكي وقال له ما بغيتش نبقى في الظلام، بغيت الرسوم. هذيك الساعه ناض سليمان عنق خوه اللي كان حنين فيه بلا قياس، وقال لي شش ما تخافش، انا دابا غادي نمشي عندها ونحزرها، على الله قلبها يحن وترد لينا الضو غير شي شويه. وفعلا هذاك الشيء اللي كان، ناض سليمان هذيك الساعه ومشى عندها، واخا عارفه غادي تعايرو تاني، ولاني قال مع بالو يجرب زهرو، والله ما يجرب ولا يبقى هكا كيتفرج ما عنده حتى شي حاجه ما يدير. خرج ديك الساعه ومشى سال قدام واحد الباب وبدا كيدق بالجهد وكيغوت، واما هنيه واما هنيه هنيه عافاك، تقولي شي واحد جاوبه. ايوا بقى هكاك حتى شحف، عاد خرجت عنده حلات الباب، كانت مرا كبيره وجهها مكمش وشد العكاز بيديها، بين فيها شطمتها عقروشه. قالت له هذا انت تاني يا الداسر، شنو بغيتي دوي وسير في حالك. الليل هذا من نهار شفتكم ما شفت الرباح. شاف فيها سليمان والدمعه في عينيه وكيتبوحط عليها، وقال لها امي هنيه انا بغيتك تردينا الضو شويه، عافاك عافاك راه ياسر كيبكي. شفت فيه وخنزرات وقالت له سير بعد مني، خلصوا الماء والضو بعدا. حتى الامتى غنبقى صابره عليكم؟ حتى الامتى؟ سر عند اختك وقول ليها تخلص من 100 ريال ديال الدولمه، وهذيك الساعه هاجيو عندي نردو ليكم. قالت له هكاك بقى كيشوف فيها وهو يقول ويلي وشحال مسيميمه. قالت له انا مسيميمه بلاتي نوريك العقروش الاخر. هزت عكازها وتابعه وهو هارب ليها. العيالات اللي كانوا مسرحين رجليهم قدام البيبان على هما قالوا للسيده نال الشيطان والولد يتيم، حلفوا لدوا بقى غير كيشوفوا كيضحكوا. عندي مولفين كيشوفوا هذا المنظر، ما عمرهم ما تدخلوا ولا حنوا في هذوك الوليدات. ايوا بقات تابعاه حتى قربت تشدو وهو يخرج ليها خو لاخر من الجنب. عماد بدا كيغوت وكيقولها وا المسيميمه وا السقريمه. دور عنده لقاتو مقلز ليها بيدي بجوج ومخرج لسانو وكيقول ليها ها انا شديني. هذيك الساعه جمعت بيجامتها وبدات تابعاه، ما بقاتش عاقله على راسها. في لحظه خرج خوهم الصغير وحتى هو نفس الشيء، بقى كيضحك عليها، وتما بدا تابعهم بثلاثه وهما يجريو وهي تجري. السيده تسيفات تقولي عندها 20 عام، بقوه الفقصه ما بقاتش عقل على راسها، وهي اللي ديما كتشكي بالركابي. ايوا بقات تابعهم حتى دخلوا لواحد الزنيقه محبوسه، وتما كانت حكمتهم بثلاثه. هزت عكازها وبدات عليهم هاك بالك هاك بالك هاك بالك، حتى سلخاتهم مزيان وقالت لهم هادي باش مره اخرى ما تبقاوش شعيرو اللي كبر منكم. وبداو كيبكيو حتى شي واحد مفكهم من يديها، ما تلقاتهم حتى بردات غديضها. مشاتو خلاتهم شدو في بعضياتهم وتمو غادي،
بكاو شويه وفي لحظه بداو كيضحكوا. هذه هي حالتهم. ياسير دار عندهم وقال لهم ضربتنا كاملين ماشي غير بوحدي. قال له انت ضربتك غير في ظهرك، اما انا زوقتني كامل. ياسر قال لهم بركه من تبوحيط، ديروا عقلكم وكونوا رجاله. النزله اللي غينزلوا عينيهم كيبان ليهم سروالو فازك، تما كانوا طاحوا في الارض وبداو كيموتوا بالضحك، وهو يقولوا ليه ما تقولش انا بنتي في سروالك. قال لهم اه تخلعت وانا نديرها. قالوا فين هي الرجله فين هي؟ صافي طارت. قالوا هذاك الشيء غير ارادي، انا كندير معاكم نتوما، صافي ما تخافوش وصافي ديروا بحال ما وقعت حتى شي حاجه. ايوا بقاو غاديين حتى وصلوا للبيت ديالهم. دخلوا الدراري بجوج كانوا تسرحوا فوق السدادر، اما سليمان كان جلس فوق الكرسي باش ما يوسخش البلاصه، حس ما عندوش باش يبدل. عنده جوج لبيسات، وحده موسخه وحده لابسها. قلبوا على الشمعه شعلوها وحطوها فوق الطبله وتجمعوا عليها وبداو كيلعبوا اجراده مالحه، بس سليمان ما يملش هذاك الكرسي اللي جالس فيه. ايوا بقاو كيلعبوا حتى الباب ديالهم تحل. دخلت واحد البنت كبيره في العمر، تقريبا غتكون عندها 19 عام. اش غنقول لكم، آية في الجمال، كانت في سن بزين، عويناتها زرقين ومشفرين، اللي شافها يقول هذه غير مركبه لي لونتي وديرها الشفار. شعرها كان من عند الله زهر، كانت خارجه نسخه طبقه الاصل لامها اللي كانت اصولها ماشي مغربيه، باها كان فرنسي. زين عندهم في العائله متوارث، كانت هزه في يديها جوج ديال السيكان، واحد ديال الشمال كبير كاع ما قادره تهزو غير جراه، والاخر كحل متوسط. داخله وكتنقر وكتقولهم اجيو عاونوني. هما كيف شافوا اختهم طاروا عليها وكيتسائلوا هذاك الشيء اللي هزه في يديها عشنا هو. نقت خوها الكبير وقال لها اشنو هذا الشيء، اشنو جايبها فيه؟ رحمه كيف جرات هذاك الشيء ودخلته للبيت وسدت الباب، خلاته تما ومشات لحد فوق الطلاق، حيت النهار كامل وهي خدامه كانت هي ديال بصح. رحمه كانت كتخدم في الموقف، مره كيجيب الله الكليان ومره لا. فداك النهار كان جات واحد الكليانه دارها كبيره وعندها شله تماره، بقات خدماها من الصباح حتى العشيه، وفاش بغات تخرج عطاتها هذوك السكان ديال الحوايج وهي براسها ما عارفه شنو فيهم. المهم الدراري بقاو محقرين معاهم حتى جابوهم ليها. بدات كتشم واحد الريحه في شكل شافت فيهم وقالت لهم واش هذا الشيء. الدراري بداو كيضحكوا ونعتوا ليها سليمان وعاودوا له داك الشيء كامل اللي طرا، وقالوا ليها بالخل حبال في حوايجو. بدات هي حتى هي كتضحك عليه وقالت له ماشي مشكل، على الله لقى شي حاجه هنايا اللي تقدر تلبسها، حيت في الدار ما كان عنده ما يلبس. حلت الساك الاول الكبير ولقات فيه غير شي تكاشط وقفاطن، صنادل ديال الطالون، شي سيكان، والصويك الصغير كانوا فيه حوايج الرومي ديال السيده اللي داتها، حوايجات زوينين ديال بصح. هي فرحت بهم ولكن الفرحه ما كملاتش، حيت كتمنى كل لقات غير شي سريبي لخوها، ولكن ما لقاتش. تما كانت جبدات واحد البيل بيض، كيف شافو خوها رجع اللور وقال لها اش كديري عندك؟ شداتهم لقاو جوتو وقالت له اجي هنا ما عندي ما ندير لك، خاصك تبدل عليك هذيك الحاله. ايوا شداتو بزز حيدت له حوايج ولبساتو هذاك التريكو اللي جا فحال شي كسيوه، واخا ما بغاش ولكن ما قدر يقول لها حتى شي حاجه، حيت ما كيقدروش يتنيو معاها الهضره. هي اللي رباتهم واعتنت بهم من مورا ما ماتوا والديهم، كتعتبرهم وليداتها اكثر من خوتها واخا باقي هي صغيره. ايوا كيف سالات نادت رحمه على وعدها وسعدها، درت ليهم مطيشه والبيض حيت عارفهم غيكون دارهم الجوع. كيف حطاتو ليهم طاروا عليه حيت من الصباح ما كلاو حتى شي حاجه. وهي كتاكل وسرحات شاف فيها خوها وقال ليها مالك ياك لاباس؟ قالت له والو والو. قال لها لا واش ما كنعرفكش رحيمو، عندك شي حاجه؟ قالت له اش غادي نقول لك، والله ما عرفت قبيله جات عندي بديعه لي في الحمام. قال اش من الحمام؟ قالت له حمام ديال بالي اللي كاين في الراس. قال له حتى هذاك يسميوه حمام، هو مزوق من برا والداخل كله غيص، حتى البلاكات ديال الحمام ما فيهش. عام شنو بغات هاد البديعه؟ قلت له لا غير كمل ياك انت عارف كلشي علاش انا نعاود ليك. قال لي لا لا صافي غير قولي ليا. قلت له اسيدي، قلت لي الا بغيتي تخدمي معانا. قال لي وفاش بالسلامه؟ قلت له غنضرب ليهم المرطوب، واش انت بعقلك ولا شنو؟ وانا اللي كنقول خلي تراجل، راه باينه غنخدم كساله عندهم. قال لي وشنو درتي؟ قلت له باقي تالفه. ناض هذيك الساعه وجمع الوقفه وقال لها واش من نيتك كتهضري؟ كيفاش باقي تالفه؟ خاصك توافقي، واش كاين شي واحد يلقى الخدمه في هذا الزمان وما يوافقش؟ قلت له ولكن راك عارف الحمام نهار يكون ونهار لا. قال لها على الاقل راكي خدامه واكثر هي غتعاملي عام مع الناس ديال الحومه، ماشي بحال هكا كتوقفي في الموقف كل مره كتجي عندك وحده في شكل، كاين اللي تهلا فيك وكاين اللي تكرفس عليك وكاين نهار اللي تشمشي نهار كامل وما تجيبي في يدك حتى شي حاجه.
صيفت فيه وجرته من ودنه وقالت له تبارك الله على خويا، درتي العقل ما شاء الله، ومن غدا انت اللي غتولي مسؤول على خوتك. قال لها صافي كوني هانيه، غير ما تشافيهم وفحال بقى فيه الحال، حيت هو الكبير في خوتو، ولكن تبارك الله سليمان كان مطور. وجرات حتى عماد وبهزتو وهنقاتو وقالت له انت غتبقى دائما الراجل ديال الدار. رحمة تبارك الله كانت ذكيه، ومن تشوفها في عين خوتها كتحس بهم شنو واقع لهم، وحتى هما كانوا كيحسوا بها. تعشاو من بعد جمعات هذيك الطبله، جلست هي وياهم وسولتهم على القرايه. واخا قالوا لها ما عندنا والو، كانت قالت لهم والو غادي تجيبوا لي كتبكم ونشوف. بقات معاهم حتى خرجت لهم التمارين كاملين، ومن بعد نعسوا مجموعين. ودازت هذيك الليله وصباح صباح جديد، وكيف العاده ناضت رحيمو في السبعه ديال الصباح وجدت الفطور لخوتها وفيقاتهم باش يمشيو للمدرسه، المدرسه العموميه اللي بزز باش قبلوهم يدخلوا. اما خوها الصغير كيبقى غير في الدار حيت ما عندها ما دير ليه، ما فيقاتوش وخلاتو ناعس. ايوا ناضت هذيك الساعه باش تلبس حوايجها وتمشي للحمام، حلات هذاك السويق، واش غنقول لكم، لقات فيه حويجات فنين، جبدت واحد سريويل في البيض وسبرديله في الكحل وتريكو في الكحل، لبساتهم وجات كتحمق. وصلت خوها الصغير قبل ما تخرج وقالت له وياك تمشي للبوطه، وراه فطورك واجد محطوط فوق الطبله، وما دير حتى شي حاجه حتى يجيو خوتك من المدرسه، انا مشيت للحمام اذا كان شي حاجه جيو عندي. قال لها صافي واخا، خرجت كتجري حيت مولات الحمام درت معها مع السبعه الصباح، وديك الساعه كانت 8:30. خرجت من دارهم كتجري ما كتشوفش قدامها نهائيا، خرجت من الزنقه وبغات تقطع الشانطي، ما حست براسها حتى ضربتها واحد الطوموبيل، جابتها طيحه في الارض، ما تهرسات ما والو، ولكن كلها مدقدقه. بقات جالسه في بلاصتها وناويه على غزيت، وخاصه فاش شافت سروالها ولا كله موسخ. قالت الله يا ربي الله، مازال حتى ما فرحت به، دابا شنو غيخرجوا ليا وهو بيض فحال هكا، الا مشيت حضرت لي جافيل اكيد غادي يصفر. تما طلعت لها القرده السطاح ويلاه كانت باغا تغوت، دورت وجهها وهي تبان لها واحد الطوموبيل من هذوك الطوموبيلات الغاليين في الاحمر وكتبري. ما جات فين تسوعب حتى كيبان ليها مولاها نازل. اش غنقول لكم، سيد حلوه طوله وتجريده، العيون الكبار، الجمال الرباني، رحيمو ديالنا تلفات وما عرفت باش تبلات، كتحس بالارض كدور بها، كل شويه كتحك عويناتها وكتقول يا ربي نكون كنحلم، ياك ما مات وانا دابا في الجنه. قرب ليها ونزل حتى لعندها، شد ليها في يديها وقال لها ياك لاباس. ثم السيده دابت وبقات مصدومه وساهيه فيه، تجمعوا عليهم الناس وكيقولوا ياك لاباس مالك يا بنتي. ما توقضات حضرت عينيها باش ما ياثرش عليها وقالت له واش ما كتشوفش قدامك، واش معود تقتلني ولا شنو، اش تستر على كنتي غادي بها، شوف حالتي كي ولات وشوف عظامي كاملين مدقدقين عليا، وزد عليها سروالي ولا حالته حاله، وزياد على هذا الشيء عطلتيني على خدمتي، وانا يلاه بديت معاهم 100% غيجريو عليا بسببك. السيد ما فهم والو من هضرتها، حيت هو كان عايش حياته كامله برا ويلاه دخل المغرب كيهضر شويه ديال العربيه وكيفهمها، ولكن خاصك تدوي بشويه، هي كانت كدوي بالزربه وكتغوت. حدو قال لها غير بشويه وكلشي كيتحل، دابا شنو بغيتي، دفعاتو بغات تنوض ولكن كتحس براسها مدقدقه. عاونها وقالت له دابا غير بسع مني راني تعطلت، شد ليها في يديها وقال لها يلاه نمشيو للسبيطار. قالت له ما بيا والو عطيني غير التيقار والمره الجايه شوف قدامك. قال لها لا لا ما يمكنش، انا ما نتفرق عليك حتى نطمن عليك، هي قلتي لي زربانه خليني نوصلك فين غادا. قالت له واخا سيدي ماشي مشكل، حل ليها الطوموبيل وطلعات. قال لها فين بغيتي نوصلك، قالت له رجعني غير للدار، حيت الحمام كان قريب من دارهم. المهم بقات غاديه وكتنعت ليه في الطريق حتى وصلوا قدام الباب ديال الحمام، وقالت لي خاصني ندخل نبدل حوايجي. قال لها واش نتسناك باش نوصلك لخدمتك، قالت له لا لا ما يحتاج، غادي نشوف شي واحد من خوتي يوصلني بالطوموبيل. قال لها واش ممكن تخلي لي الرقم ديال التليفون ديالك، قالت له ما عنديش تليفون. لف فيها وحس بالاحراج، كان كيسحب لي انه ما بغاش يعطيه لمرته حيت ما ضنش وحده فحالها ما يكونش عندها تليفون، وقال هذا الشيء مستحيل. قال لي هاللي بغيتي، انا كنت غير بغيت نسول عليك ونشوفك كيفاش بقيتي. عطاها الرقم ديالو وقال لها احتاجت شي حاجه ولا لا قدر الله حسيتي براسك انك مفدوعه ولا ضرك شي حاجه اتصلي بيا باش نديك زعما عند طبيب. قالت له واخا شكرا. نزلت من تما ودخلت نيشان الحمام وهو كان كسيره ومشى. ودازو شي ايامات، السيد ما بغاش يحيد لي صورتو من بالها، حماق عليها بلا قياس، ما عمر ما شاف هذاك الزين. البطل ديالنا صافي طاح في الشبكه من اول نهار، ما عرفش كيفاش يدير باش يتلاقى معاها، واول حاجه تفكرها هي الدار اللي حطها قدامها، وقال غادي نرجع لتما وغادي نستناها
حتى تخرج. ايوا مشى تما وبقى جالس شويه حتى بان له واحد الراجل واقف راس الدرب، قال يمشي عنده ويسولو حيت البطل ديالنا ولد الناس وباغي غير الحلال. مشى عنده قال له بغيت نسولك على هذيك الدار. ايوا السيد اللي دوا معاه كان سميتو مشميشه، مفضي والفريخ طار ليه، كان استاذ ديال الفلسفه، بقى تما كيتفلسف عليه. وقال له على من كتسول؟ قال له كنسول على واحد البنت شهيبه وعوينتها زرق دخلت لهذيك الدار. قال له شمن دار؟ قال له هذيك الدار اللي برا ديالها كاين الزليج. قال لي اه انت كدوي على دار النقاء، دار الجمال، دار الصفاء، دار اللي كاملين كنتمنوا ندخلوا ليها. السيد كيف سمع هاد الهضره تلف وفهم الموضوع غلط، عينيه بداو كيلمعوا وما هي الا لحظات تخرجت لاله رحيمه من الحمام. كيف شاف الطوموبيل قلبها تهز حيت حتى هي ما نساتوش، وقالت صافي ما عمرها مازال غادي تشوف. بدات كدور عويناتها وتقلب عليه حتى بان ليها واقف مع المسطي ديال الحومه. مشات عندو كتجري حيت خافت ولا يمشي يضربو ولا يدير فيه شي حاجه. وقفت عليهم وقالت له علاش واقف هنايا؟ قال لها جيت نسول عليك. قالت لي تسول عليا كيفاش وعلاش غتسول عليا؟ السيده دفعه كبير ديال بصح وتجي معاه، حيت تبارك الله كانت غزاله كتفتن بالزين. قال لا والو غير غبرتي وبالي بقى مشطون معاك وقلت لك ما وقعت لك شي حاجه، وقلت نجي ونشوفك كيفاش بقيتي واذا كان ممكن نمشي نشرب انا وياك شي حاجه. السيده تلفات وما عرفات ما تقول ليه، حدها قالت ليه يلا نحيدو من هنا. قال لها واش ممكن نمشيو في الطوموبيل؟ قالت له واخا. ايوا مشى وحل ليها الباب ديال الطوموبيل وطلعت، ومن بعد طلع وكسيره خلى من موراها غير العجاج، شاف فيها وقالها فين تبغيو نمشيو؟ قالت له اللي بغيتي. هي هاديك بقى غادي السيد عين على الطريق وعين عليها، ما نزلش عوينتو عليها نهائيا، كان باغي ياكلها. توحشها بلا قياس وكان خايف لعمرو مازال يتلاقى معاها. اما هي فيما كانت كدور راسها وكتلقاه كيشوف فيها كتحشم، كتحضر راسها وما كتقدرش مازال تطلعو. اي رحيمو ديالنا طلعت حشوميه وحشوميه ديال بصح. ما داش بزاف ديال الوقت حتى كانوا قدام واحد المطعم راقي، رحمه شافته غير من برا سالو ريوقها. اما فاش دخلات تما داخت بقات حاديه غير الضوا والطوابل كيفاش محطوطين والناس كيفاش لابسين، ما نكروش حتى هي كانت لابسه مزيان حيت من نهار اللي عطات هذيك السيده داك الساك ولات كتلبس غير رفاه والحوايج كاملين ماركات. ايوا جلسوا في واحد الطبله وهذيك الساعه كان جاي عندهم السرباي. لا شنو بغيتي تشربي؟ شافت فيه وقالت له والو. ايوا الزين الصافي ديالنا قال ليه ما يمكنش، عافاك جيب ليها شي كاس ديال الليمون يكون بارد وانا جيب ليا قهوه كحله كيف العاده. قال له واخا وكان مشى. فداك الوقت شاف فيها ولقاها حاضره عينيها مزنقه وحشمانه وكتلعب في ديداتها، زاد تعجباتو كتر، شاف في الزين حتى هي بالحق بحالها ما عمرو شاف. واخا هو كبر في برا وعندو بزاف ديال العلاقات، ولكن رحيمو جاتو استثنائيه، البنات كاملين اللي كانوا كيعرف وهما اللي كانوا تابعينه وكيديروا المستحيل باش يشوف فيهم. رحيمو ما عطاتوش الوقت وما تسوقاش ليه نهائيا، وحتى لهذيك اللحظه عند بالو انها ما بغاش يعطيه الرقم التليفون ديالها، ماشي ما عندهاش كاع. ايوا سكت شويه ومن بعد قال لها رحيمو واش ممكن نهضروا شويه؟ هزت راسها وقالت له فاش؟ قال لها في اللي كان، المهم نسمع صوتك ونتعرف عليك اكثر. عاودي لي شويه على راسك، على الخدمه اللي قلتي ليا، واخا كتبان ليا صغيره على الخدمه، اي حاجه كتعلق بيك كتهمني وبغيت نعرفها. رحيمو تلفات وما عرفت ما تقول ليه، جات الحاله عاوتاني وخرجت في عينيها وقالت له علاش بغيتي تعرف؟ اشنو بيني وبينك؟ ياك ما معول تصيب ليا لاكارت. قال لي هلا عجبتيني وما كرهتش تكون بيناتنا شي علاقه وهادشي علاش بغيت نتعرف عليك. هذيك الساعه وقفات وقالت له انا ما عندي مع علاقات. قال لها ما يمشيش بالك بعيد، انا فاش شفتك عرفتك بنت الناس وناويك غير الحلال. قالت لي الحلال؟ تفكرت الوضع ديالها وعرفت انه ما كاين حتى شي حلال ما بينهم ما بين واحد بحال هذا. شكون اللي غادي يقبل عليها وهي في عنق ثلاثه ديال اليتامى؟ هي اللي مسؤوله عليهم. حيت ما كاين ما يدار نزفط عليه وندوز الساعه، وهذاك الشيء اللي كان. فديك اللحظه كان جا السرباي حط ليها الكاس ديال العصير وحط للسيد القهوه. كيف شافت الكاس ديال العصير مع هذيك السخفه ديال الحمام وهذاك النار حكات ثلاثه ديال العيالات غلاط، نزلت على الكاس دقه واحده وهو بقى كيشوف فيها وكيضحك وزاد عجباتو كثر، حيت ما كانش من هذوك البنات اللي كتصنع، كانت على طبيعتها. قال ليها بنتي ليا عطشانه واش بغيت تشربي شي حاجه اخرى؟ ايوا السيده حشمات على عرضها وقالت له لا لا ما خصني حتى شي حاجه. قال ليها كنتسناك هضري. رحيمو ما عندها ما يدار وقال زفط عليه شويه وطلقها عليه. وهذاك الشيء نيت لي كان
قالت له انا من عائلة ثرية واخا تشوف لي ساكنة في هذيك الدار، ولكن حنا ساكنين مؤقتا ودابا كنبنوا في الفيلا ديالنا. الاب ديالي من عائلة معروفة في المغرب والام ديالي فرنسية. السيد حل فيها عينيه وما كذبهاش لي لحظة لان الزين ديالها كان اوروبي. قال لي واش عندك شي خوت؟ واش خدامة؟ ديك النهار قلتي لي خدامة ولكن السن ديالك باقي صغير. قالت له عندي ثلاثة ديال الخوت كبر مني وخدامة مؤقتا في الشركة ديال صاحب الوالد، كدوز عنده ستاج حيت بابا باغي يحكمني شوية، ما بغانيش مباشرة نخدم عنده في الشركة. قال لها مزيان تبارك الله عليه. قال لها اسمحي لي، قبيلة فاش كنت واقف بانوا لي شي عيالات داخلين لداركم وهازين شي سطولة. قالت له اه هذيك خالتي يلا جات من طاليان ومع هي موحشة الحمام يوميا كتمشي ليه. قال لها مزيان مزيان. قال لها دابا واش ممكن تعطيني الرقم تليفون ديالك؟ تما عرفت راسها حصلت او وحدة في هاد المستوى ما غيكونش عندها تليفون. سكسات شوية ومن بعد طاحت عليها واحد الفكرة وقالت له انا راه فعلا ما عنديش تليفون حيت الاب ديالي وخوتي رافضي الفكرة. انت راك عارف حاليا هاد الشي ديال التليفون وهذا ولا كيخلاه. شاف فيها واستغرب وقال او واش باقي بنات فحال هكا غتسمع لوالديهم ما يكونش عندها تليفون؟ قال لها ولكن انت كنتي فشي بلاصة وبغاو يسولوا عليك. قالت له اش غادي نقول لك انا ما كنخرجش بزاف، أغلبية الأحيان ديالي كنكون في الدار إلا إلا كنت غادية في الخدمة وفي الخدمة كاين تليفون تما، وحتى كاع إلا خرجت كيخرج معايا شي واحد من العائلة. هادشي بالنسبة لي جا في شكل حيت هو حياته كاملة كان عايش برا المغرب وكيشوف البنات كيفاش محررين. جاتو هي غريبة بزاف. وهاديك الساعة جبد تليفونو من الجيب حلو وجبد منو لاكارت حيت كانوا فيه جوج ديال لاكارت، مدو ليها وقال ليها هذا خليه عندك باش الوقت اللي نبغي نهضر معاك نلقاك. قالت له لا لا ما نقدرش ميمكن ليش ناخذو من عندك. قال لها عافاك انا راه كنتشطن عليك بزاف وميمكن ليش ما نهضرش معاك، واذا ما قبلتيش كوني مأكدة غادي ندير خيمه ونبقى جالس حدا داركم. هي كيف سمعت هذاك الكلام كانت عرفت راسها غادي تفرش وقالت اللهم تاخذ من عنده التليفون. اي واخده التليفون وقال لها راه فيه النمره وانا كيف نوصل للدار غناخذ تليفون اخر وندير فيه النمره ديالي ونعيط لك. قالت له صافي ان شاء الله. شربوا المشروبات ديالهم وكان وصل حتى قربها الحومه حطها ومشى. نزلت ومشت نيشان عند خوتها كيف شافوها قالوا لها مالك اليوم فرحانه، ما قدرت تقول لهم حتى شي حاجه حيت واخا باقين صغار كانوا كيغيروا عليها وحاكمينها بلا قياس وكيسولوا على الدخله والخرجه. بداش بزاف الوقت حتى صونا عليها بدات كتقطع عليه حيت ميمكن ليهاش دوي معاه قدام خوتها. من بعد كانت دخلت لهداك التليفون وصيفطات له ميساج وقالت له ميمكنش نهضر معاك دابا عطيني شويه الوقت بما مالي داري ناسو وهذيك الساعه نهضر معاك. وفعلا كان عطاها شويه الوقت حتى وصلت 12 ديال الليل. صيفط لها ميساج وقال لها واش ممكن نهضروا دابا، جاوبته قالت له اه. اتصل بها وبقات كتهضر معاه في التليفون والسيده عاد ما زايده فيه. قال لها واش ممكن نتلاقاو غدا؟ قالت له لا ما يمكنش ميمكن ليش مازال نخرج معاك، انت راك حياتك كامله عايش برا وما عارفش التقاليد والعادات ديال المغرب، حنا هادشي عندنا ما كيدارش وانا اليوم خرجت معاك حيت ما بغيتش تجبد ليا صداع في الدريبه. قال لها واخا ما عنديش المشكل المهم هو نبقى نهضر معاك في التليفون. قالت له واخا ماشي مشكل. وهداك الشيء اللي كان من هداك النهار كانت كتهضر معاه يوميا في التليفون والنهار كامل كيبقاو بلا ميساج. نهار على نهار كتحس السيده انها كذيبه فيه وما بقاتش قادره تستغنى عليه. تما ندمات على الكذبه اللي كذبات عليه وندمات انها عطاتو فرصه وقال كان خاصها من النهار الاول تقول له كلشي وتفرق معاه. حيت دابا واخا كاع تبغي قلبها ما هناهاش كانت كتقول غتبقى معاه حتى النهار اللي غادي تفرش وهاديك الساعه كلشي غيسالي. كانت هز الهم بزاف لهداك النهار وكتقول يا ربي ما يجيش. ما كانتش باغاتو يجبد معاها الموضوع ديال الزواج حيت عرفت النهار اللي غيجبدو النهار اللي علاقتهم غتوقف تما. ايوا داس على هضرتهم في التليفون عليا شهر. واحد النهار كانت كتدوي معاه بالليل حتى قال لها رحيمو موجد لك واحد المفاجاه. رحيمو فرحات واستغربات وقالت له شنو هي هاد المفاجاه؟ قال لها غير بلاتي كلشي غادي تشوفي بعيناتك. قالت له لا انا بغيتك دابا تقول لي شنو كاين حيت كانت خايفه بزاف لان السيده خلال هاد الشهر كامل ما كاينش النهار اللي ما كذباتش عليك اكثر من 10 الكذبات وحتى هو حلف لها بغى يقول لها حدو. قال لها الا مشيت حتى قلت لك شنو هي المفاجاه راه ما غتبقاش مفاجاه رحيمو وصبري شويه راه ما بقى قد ما فات وتعرفي كلشي. قالت له لا انا بغيت دابا غادي يضرني راسي وعلم الله هاد المفاجاه امتى غنشوفها. قالها قريب ان شاء الله ما تكونيش متسرعه. المهم هضرات معاه شويه ومن بعد قطعات عليه. ايوا الغد ليه كيف العاده
فاقت في الصباح بكري ومشات للحمام. هي وحيدات حوايجها ودخلت نيشا للسخون حيت لقات واحد السيده كتسناها ولو كاملين كيبغيوها بالسميه. ايوا مشات عندها نيشان وبدات عليها حكيه ما تحك حكيه ما تحك. هي سخفانه بالسخون والسيده كتحتس معاها وعاجبها الحال وكتقولها رحيمو تما الله يرضي عليك. دات شويه الوقت حتى عيطات عليها القلاسه من برا وقالت لها تليفونك كيصوني. خرجت ولقاتو هو جاوباتو وقالت له ياك لاباس شنو كاين. قال لها والو غير بغيت نسول عليك، واش اليوم غتكوني في الدار ولا غتمشي شي بلاصه؟ قالت له لا لا اليوم جالسه غير في الدار ما غادي حتى بلاصه. هضر معاها شويه ومن بعد قطع ما قال لها حتى شي حاجه. حطات تليفونها ودخلت نيشان عاوتاني للحمام. ايوا بقات هكاك حتى ضربات شي جوج. خرجت لقات واحد الجاره فوق منهم نزلت ليهم قصريه ديال البلبوله بالقديد كلاو حتى عرقوها وتلاحت تكات حتى ضربات شي 3 ونص ديال العشيه. هذيك الساعه دخلت مباركه بنت المقدم كانت تبارك الله طاره وطوناش وكتقول لهم بغيت رحيمو اللي تحك ليا. رحيمو ما كتحملهاش حيت كتحك ليها حتى كتعيا وفي الاخر كتعطيها 400 ريال. شافت حتى هي تون على الشيطان وهذيك الساعه حيدات حوايجها وتبعتها السخون عمرت ليها الماء ومشات كدور بالحمام تنقيه وتقادو بما السيده تسخن وتخرج تحك ليها. في هذا الوقت وقف محمد بطوموبيلته حل الباب وخرج. كان لابس واحد الكوسين في الكحل وقميجه في البيض ولابس في رجليه صباط كلاس واللحيه مطراسيه. جا كيحمق وكيفتن بالزين وجا مع الكلاس كيسطي من غير العوينات اللي كانوا كيضحكوا غير بوحدهم. اش غنقول لكم كانوا كيبريو وكيخرجوا منهم القلوبه. اما واحد الفويم ما سدوش نهائيا كان غير مبتسم. سد الطوموبيل ديالو ودخل لواحد الفيلا اونفاس معاه كيف حل الباب لقات ليه ماما وعمتو بالصلاه والصلاه عنبي. كانوا لابسين جلالب ديال السوس دي مخيطين بالراندا وتحت منهم قمصان ديال جوهره. ماما كانت لابسه واحد الصنيديله في الاحمر جاتها كتحمق. اما عمتو اكتفت تلبس بليغه واخا كبرات في العمر ولكن بينات من هذوك العيالات اللي مهليين فراسهم. ما جاو فين يكملوا الصلاه وصلات عنبي حتى كنزل الحاج من الفوق. شاف ولده وعينيه دمعوا وقال له حمد الله وشكرتو انني شفت ولدي ولا عريس. نزلوا عنقه وقال له الله يرضي عليك يا ولدي من ديما كنشوفك مع البنات وكنقول امتى هذا يدير عقله. ما كاش كيسحب ليا غادي يجي هذا النهار دغيا. ايوا الحمد لله اليوم غادي نمشيو عند اللي يحب قلبك ونشوفوا شكون هذا الملاك اللي خطفات لك قليبك. المهم كانوا نزلوا مشاو نيشان ركبوا في الطوموبيل تما غاديين حتى وقفوا حدا واحد الباتيسري. نزل العريس ديالنا خدا الشكلاط وخدا الحلوى ومن تما كانوا مشى نيشان وخدا الورد والطرق كامله ما سكتوش نهائيا. با كان فرحان اما مو ما نعاودش ليكم كانت كل شويه تصلي على النبي. تمو غاديين حتى وقفوا حدا واحد الدار قلت له ماما هو صافي وصلنا؟ قال لي اه الدار اللي قدامك. يلا بغات تنزل وهو يقولها غير بلاتي انا غادي ندق ونشوفهم عاد نزلوا هذيك الساعه. قالت له واخا ولدي الله يرضي عليك. ايوا نزل مولاي السلطان ومشى حتى قرب لهذيك الدار بدا كيدق ولكن حتى شي واحد ما جاوبه وبان له الباب غير مدفوع وكيسمع الهضره والغوات وشويه سمع الصداع ما فهم والو وجا الفضول وقال لك ما وقع شي حاجه. دار فيها الشهم دفع الباب برجليه وتم داخل. مازال ما كمل حتى جوج خطوات حتى كيبانوا ليه العيالات عريانات. سيد صدم وحل فمو ما عرف باش تبلى ما جا فين يستوعب هذاك الشيء حتى جاه واحد سطل للراس. ومن بعد العيالات بداو كيشيروا عليه هل يتشير بكيس هل يتشير بغراف هل يتشير بكرسي ونات وحده باغا تهجم عليه. تم السيد علق موقف حتى قدام واحد الجرده وانفاس مع هذاك الحمام. ماما وباباه وعمتو جالسين في الطوموبيل وما فهموا والو. ما هي الا دقائق حتى تمو العيالات اللي كانوا كيلبسوا حوايجهم خارجين كيقلبوا عليه والعيالات اللي برا خرجوا دغيا دغيا كيلبسوا حوايجهم وما بينهم زينه البنات اللي غير سمعت الهراج والمراج خرجت كتقول لهم شنو واقع. قالوا ليها واحد الراجل هجم علينا. بلا ما تفكر ولا حتى تشلل كانت لحت عليها واحد اللبسه ديال الصلاه وخرجت من تما تعتر وتعفط في جلايلها وكتحلف عليه وكتقول والله ونلقاه يا حتى نتفاهم معاه واليوم نفرجكم فيه. ما كانتش عارفه انها هي سبب هذا الشيء كامل. وخرجت هي والعيالات كانت هي اللي متزعمه معاهم كتقول لهم وياكم شي وحده تحيد ليا هذا الشرف اليوم بيا ولا به. يلا تمو غادين حتى كيسمعوا شي عيالات كيغوتوا كيقول لهم ها هو ها هو. رحمه مشات كتجري وهو كيف شافها مشى كيجري عندها. تم السيده تنقلات ما عرفت باش تبلات شدها من يديها
وهي عرفت راه سقف راسها. قال لها رحمه فهميني، اشنو هادشي اللي واقع؟ واش هاديك ماشي داركم؟ هادي واش كذبتي عليا ولا شنو؟ من يديها وشدها في وجهها وقال لها قولي شي حاجه ما تبقايش ساكته. رحمه نطرات يديه من وجهها وقالت له اه هاديك ماشي دارنا، انا ساكنه غير في براكه وما عندي لا والديه لا والو حتى من عائلتي، لاحوني وجراو عليا وخرجوني من دربه. من النهار اللي كانت عندي 16 عام لقيت راسي مع ثلاثه الوليدات انا اللي مسؤوله عليهم، ولا ما وكلتهمش ما كاينش اللي يعقل عليهم. لا ولكن رحمه علاش كذبتي عليا وعلاش قلتي هذاك الشيء؟ لا لا ما يمكنش هادشي اللي كنسمه. قلت له هذه هي الحقيقه ونزيدك، الدار اللي ساكنه فيها 4 شهور ما خلصت كراها، وحتى من الموضوع مولات الدار قطعتهم عليا لانني ما خلصتهاش فيهم، وفاش كنتي كتعيط لي وما كنجاوبكش وكنقول لك حقا كنت ناعسه وطفيت التليفون باش ما يلقاوش مالي الدار، كيكون ديشارج عليا وما كنشارجي حتى كنوصل للحمام. الحمام اللي خدامه فيه ما خداماش مع صاحب الوالد كيف ما قلت لك في الشركه ديالو، حيت ما كايناش شي حاجه بحال هكا، ما بقى فاهم حتى شي حاجه. والعيالات كاملين اللي واقفين تما كانوا تصدموا، كلهم بقاو كيشوفوا في هذاك المنظر. رحمه كانت دفعاتو تما تغادى، شدها من دراعها وقالها فين غادا رحمه؟ قالت لي غادا فحالي، ياك عرفتي كلشي ايوا سير الله يعرضك السلامه، انا ماشي من مستواك وحتى انت ماشي من مستوايا، صافي سير فحالك وشوف حياتك ونسى بلي انك كنتي كتعرفني شي نهار. تما بداو العيالات كيهضروا وكان قوى الصداع، نطرت منه تما تغادى والدموع ما تحبسوش ليها نهائيا، ما كانت باغا تشوف موراها وقالت خاصني ننسى كلشي. ما جات فين تكمل جوج خطوات حتى كنلحق عليها، هاد المره شدها من كسافها بجوج دورها عنده وصرفقها حتى دارت. العيالات شافوا هذاك المنظر وشحقوا، ما هي تسمرت في بلاصتها وما متيقاش هذاك الشيء اللي وقع. جرها عنده وعنقها وقال لها واش نتي حماره؟ واش ما كتفهميش؟ واش بصح انا قدامك ما كنسوي حتى شي حاجه؟ كيف ما كيسحب لك بغيتك حين جدك من فرنسا وامك ما نعرفش من واش اللي كتسنى وخالتك في الطاليان وباك ما عادش من شركه عنده غيبني الفيلا؟ انا بغيتك رحيمو حين بغيتك، بغيتك العفويتك، بغيتك لاخلاقك، لطيبوبتك، بزاف الحاجات شدوني ليك. انا كنبغيك وكنبغي كلشي فيك الخوينزه، وحتى من هذاك الخدوب اللي كتقنيه كان حماق عليه، واليوم جاي طالب راغب في يديك، خاصك غير تقبلي عليا. رحمه غير قال لها هاد الهضره حنا كحمارو وحضرت راسها ما بقاتش قاده تهزو. العيالات بقاو سارحين فحال كيشوفوا شي فيلم تركي. ديك الساعه تلقات مولات الحمام واحد زغريته فيقاتهم كاملين وقالت لهم العيالات ويلا وحمروا لينا وجهنا، يمكن اليوم غتكون عندنا الخطبه في الحمام، دخلوا سيقوه وفرشوا على بركه الله. وهداك الشيء اللي كان، العيالات حيت كيعرفوا رحيم وكيعرفوا ظروفها هذيك الساعه مشاو كيتجارى، اللي دخل الحمام باش يسيقو دخل، واللي مشى لدارو باش يجيب هذاك الشيء اللي خاص مشى، هاللي جايب الصينيه ديال اتاي، هاللي عندها شي حليوه مشات جابتها، هاللي جابت اللوز والقرقاح. عاد واحد الجاره من الفوق نزلت الصالون ديالها كامل، قادوا الجلسه ووجدوا كلشي. وفي هذا الوقت رحيمو كانت واقفه في الجرده هي ومولاي السلطان، وواقفين معاه ماما وعمته وباباه اللي ما كانوا فاهمين حتى شي حاجه. كان جرهم وقال لهم هذه رحيمو البنت اللي اختاريتو بغيت نتزوج بها. رحيمو كانت خايفه بزاف من رده الفعل ديال والديه، الحق كانوا ناس متفاهمين وعجباتهم البنت وقالوا ليهم مزيان هادشي وقع، هادشي تقدروا تعاودوه لولادكم نهار اللي كبروا. رحيمو تما نطقات وقالت قبل ما تخطبني خصك تعرف ان عندي ثلاثه ديال الخوت، واحد ليا في عنقي وما عندي كيف ندير ليهم، واذا تزوجتي بيا غتكون كتزوج بهم. قال لها الا لا انا مستعد نتزوج بك مع 10 ديال الخوت ديالك وما عنديش قرانت المشكل، خاصك غير لاله البنات توافقي عليا. تما فرحات وعمته زغرتات. دازت تقريبا شي نص ساعه كانت خرجت مولات الحمام وعيطت ليهم وقالت ليهم مرحبا بكم وبدات كتصلي على النبي. شد ليها في ديداتها ومشى هو وياها، امه وباه وعمته تابعينهم اللور. فاش دخلت رحيمو للحمام تصدمات، اذا دخلتي ليه ما تيقيش نهائيا انه حمام. في الجليسه البرانيه اللي كانوا كيبدلوا فيها الحوايج لقات صالون على حقه وطريقه، وحاطين طبله فيها اتاي والحلوه المسمن والبغرير، كبروا بها تكبيره ديال النفس ما جات فين تجلس، حجبوا خوتها دخلوهم وجلسوهم. وتما تقبت محمد وقال بلا ما نطولوا الموضوع وندخلوا فيه نيشان، شكون ولي امرها مع من غادي نهضر؟ نقزت بديعه وقالت له انا. ما جات فين تكملها حتى دخلت هنيه كتعفض في جلايلها وقالت له انا وليت امرها، انا اللي كاريه ليها. دارت عندها بديعه وقالت لها ياك يا الشريره علاه ماشي انت اللي قطع ليهم الموضوع؟ قالت لها اه نقطع عليهم وما نخلي لي يقطع عليهم، هذيك بنتي وهذوك فحال ولادي
وانا غير كنربيهم. وبداو كيتشادوا حتى كنقص باس محمد عاوتاني وقال لهم ماشي مشكل غادي نخطبها من عندكم بجوج. تما جلسوا بداو كيضحكوا. دابا قال لهم راني طالب راغب في بنتكم الماسونه لولدي. العيالات اللي في الحمام كاملين نطقوا دقه واحده وقالوا لهم حنا قابلين. تما كلشي تكرشخ بالضحك. ايوا كبوا اتاي وفرقوا الحلوه ودوزوا هذيك العشيه بالضحك والنشاط. والمره اللي كتجي للحمام باش تحك كتولي معروضه وما كتعرف باش تبلات. سمعاهم شويه ومن بعد استأذنوا حيت الرجال كانوا يحشموا راهم جالسين في حمام ديال العيالات. وكيف خرج العريس وعائلته العيالات قلبوا سطوله وبداو كيغنيو وكيقولوا ليها خطبوني خطبوني. من الحمام هزوني وفي دارهم حطوني. بقاو مقصرين حتى نصصت الليل. من بعد رحيمه مشات هي وخوتها للدار. الغد ليه مع الصباح جا عندها سيدي محمد قال لها جمعي حويجاتك انت وخوتك باش تمشي معايا. خنزرات فيه وقالت له واش صطيتي غادي يمشي معاك بلا ما نتزوجوا. قالها فهمتيني غلط الوالده كاينه في الطوموبيل يلا هي معايا باش تسكنوا تما غادي نديروا الضريب صداق والعرس. قالت له نون العرس وضريب صداق غادي يكون هنا. شاف حتى عيا وقال لها اللي بغيتي. اتفقوا على الموعد وهداك الشيء اللي كان. الناس ديال الحومه كاملين تجمعوا داروا ليها قيطون حدا الدار. شراو الدجاج والصفه وفرحوا بها. واخا داك الشيء كان على قد الحال ولكن كان زوين بزاف حيت كلشي كان فرحان. وحتى من عائله العريس واخا ناس لاباس عليهم ولكن كانوا متواضعين. كملوا الحفله وهزه هي وخوتها وسافروا مجموعين. ما قلتش لكم البنات العريس فاش خدام السيد طلع بيلوت. ايه بيلوت البنات. ايوا هنا سرت قصه تخطبني من الحمام قصه الهبيله والبيلوت. كنتمنى انها تعجبكم. قبل ما نختم معاكم بغيت نوضح واحد السؤال دائما كيجيني على المحتوى ديال هذه القناه. القصص اللي كندير في هذه القناه في الاغلبيه ديالهم كيكونوا روايات. شي وحدين كيكونوا مبنيين على احداث حقيقيه وشي وحدين كيكونوا كاملين خيال. كنتمنى نكون وضحت لكم هذه النقطه. بالنسبه لقناتي الثانيه فجميع القصص اللي فيها قصص حقيقيه قصص للناس شاركوهم معايا تجارب اللي مروا منهم كيكونوا يا باغيني في الشوق قلبهم يا يتشاوروا معاكم. وهنا ما بقى لي الا نقول لكم ما سخيتش بكم. كانت معكم شهرزاد اللي كتحماق وكتموت عليكم.